السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في فيديو جديد في قناة أم جنى ولؤي. مرحبا بكم. وصفة اليوم راح تكون معجون التفاح على طريقة أم جنى ولؤي، مقادير بسيطة ومضبوطة جدا. يجيك معجون هايل تحتفظي به لمدة سنة في الثلاجة، ما يصرى له والو. نبداو على بركة الله، لكن قبل ما نذكر معكم المقادير نرحب بالمشتركات الجدد اللي شرفوني في القناة، وما ننساش مشتركاتي يعني القديمات اكو على الراس والعين. اللي مش مشتركه اللي راهي تشاهد فيا ومش مشتركه في القناه تروح تشترك وتنضم لعائلتنا، وفعلي الجرس ليصلك كل جديد من فيديوهاتي، وما تبخلوش عليا بليجام. ونبداو على بركه الله. عندي التفاح مقطع كيما راكم تشوفوا، انا درت كيلو تفاح قصيتو نقيته من قشوره وقصيتو دي ترونش كيما راكو تشوفو. درتو ولا نقي فيه، يعني الحبة اللي نقيها نديرها في الماء، الماء فيه عصير نصف حبة ليمون كيما راكو تشوفو. عصرت نصف حبة ليمون هذيك في الماء اللي كنت نقعت فيه التفاح وخليتها حتى هي معاه، ومن بعد صفيتو. كي حبيت نبدأ معاكم الفيديو صفيت التفاح تاعي وخليته قطر من كامل الماء اللي كان فيه. الليمون راح يحافظنا عن اللون، على اللون تاعو ما يخليش يكحل. عندي عصير نصف حبة ليمون، انا كانت عندي حبة ليمون، النصف درته في الماء اللي نقعت فيه التفاح، والنصف راح نضيفه في الاخير للمعجون. عندي كيلة كيما تشوفوا، الكيلة اللي ديروها نتاع كيما يكون عندكم كيلو تفاح ديروا غميقة كيما هذه تاع شوربة، ديروا سكر وكيلة ماء، كيلة تاع الماء ناقصة اصبع. عندي اعواد قرفة، يعني ما نحبش ذوق القرفة بزاف في المعجون، غير صغار كيما تشوفوا رقاق خلاص. وعندي اربع حبات قرنفل، اربع حبات قرنفل، وعندي نجمة الارض ثلاث حبات. كاول خطوة نضيف السكر، الكاسرول ولا الطنجرة اللي عندك نضيفه له كيلة الماء اللي ناقصة اصبع، ونحطه على النار حتى يذوب لي السكر كامل. يعني كي تشوفي السكر ذاب نضيفوا التفاح. السكر تاعنا ذاب كامل وتشوفوا السيرو هز الغلية. المرحلة هذه راح نضيف التفاح، راح ندير كمية التفاح اللي عندي. نخليه يغلي حتى نشوفوا يعني خثار، والتفاح تاعي ذبال كيما نقولوا احنا دخلوا الطياب. من بعد نضيف في الاخير عصير نصف حبه ليمون والقرنفل ونجمه الارض واعواد القرفه، ما نضيفهمش في هذه المرحله، نضيفهم غير في الاخير كي نطفي. التفاح تاعنا طاب، يعني ما بقاش بزاف للمعجون تاعنا. انا في المرحله هذه راح نطفي عليه، راح نخلي فيه كميه مليحه من السيرو. اللي ما يحبش بزاف يكون فيه الماء تاعو يعني ولا السيرو يخليه يزيد يغلي حتى ينقص خلاص. هنا في المرحلة هذه كيما قلت لكم راح نضيف عصير نصف حبة ليمون وأعواد القرنفل ونجمة الأرض وأعواد الطيب، ونخليه يبرد خلاص ونقدمه لكم في صحن التقديم. وهذا هو المعجون تاعنا بعد ما وجد، جابني بنين ما شاء الله، تقدروا تحتفظوا به دي بونتمونجي، يبقى لكم عام مدة عام في الثلاجة، مفيد بزاف. وعلى بالكم التفاح درك كاين بزاف، اغتنموا الفرصه وديروا المعجون. مو على بالكم بلي التفاح فوائده لا تعد ولا تحصى، والاكثر من هك انه بنين واللي ما ياكلوش عن بالك اطفالنا ما ياكلوش التفاح يوميا، ما يحبوش الفواكه بزاف، لكن بهذه الطريقه مع فطور الصباح مع طرف خبز مع طرف كسره هما كلاوه، وضمنتي انهم استفادوا من حاجه انت خدمتيها بيديك بنظافه في دارك. وفي الاخير نقول لكم ان شاء الله تعجبكم وصفاتي، وانتظروني في وصفات اخرى. دمتم وفيات للقناة، وسلام الله عليكم.